بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله تعالى. أيها الأخوة المشاهدون والمتابعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأجمل وبأطيب تحية عطرة مباركة من ميدان سباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث يتم التواصل بحضراتكم عبر الهواء بثا حيا مباشرا لننقل لكم فعاليات وأحداث برنامج منافساتنا لهذا اليوم ضمن سباقنا المحلي السادس في مرحلته الثانية وبداية تحديات الثنايا البكار والقعدان وكذلك شوطي السودانيات لهذا المساء، حيث قررت اللجنة المنظمة لسباقات الهجن أن تكون هناك أربعة أشواط للثنايا البكار وشوطين للثنايا القعدان وشوطين للسودانيات، على أن يكون مجموع الأشواط فقط ثمانية أشواط وذلك نظرا لقلة الأعداد المشاركة. إذن تنويه على كافة المشاركين بأن هناك ثمانية أشواط فقط في جدولنا لهذا المساء، أربعة أشواط للثنايا البكار وشوطين للثنايا قعدان وشوطين للسودانيات. على بركة الله إذن تعالى مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط الأول، الشوط الذي سيجذب اهتماماتنا مشاهدينا الكرام، سنتابعه وسنتابع أدق تفاصيله. هذا الشوط الرئيسي الذي دائما ما تتواجد فيه السبق وتتواجد فيه الأسماء اللامعة. نتابع مقدمة الشوط وأمجاد. أمجاد هي من تحتل المركز الأول للسيد خيل بن سعيد أبو صلعه المري. المركز الثاني النويعس. النويعس هي من تحتل المركز الثاني للسيد فرج بن بريك بن هليل المري، بينما النقلة على المركز الثالث وعد. وعد لعنزان بن محمد النعيمي هي من تتسلل وتحتل المركز الثالث، بينما النقلة على المركز الرابع وهنا الظبي لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. وخامس المراكز التواجد للعنود للزميل العزيز بريك بن محمد بن بريك المري الذي يتواصل مع انطلاقة وتواجد العنود. هذه النتيجة إذا مشاهدينا الكرام، هذه هي الخمسة الأسماء الأولى المتصدرة معنا في هذا اليوم. ونعود إلى المقدمة مع النويعس. النويعس هي من تحتل المركز الأول وتنطلق لتعلن عن تواجدها الممتاز في هذا الشوط الرئيسي. النويعس للسيد فرج بن بريك بن هليل المري المنطلق والمندفع مع انطلاقة واندفاعة النويعس. المركز الثاني هنا أمجاد. أمجاد لتخيل بن سعيد بو صلعة المري. هذه أمجاد بو صلعة التي تحتل المركز الثاني مشاهدينا الكرام، بينما النقلة على المركز الثالث وعد. وعد لعنزان بن محمد النعيمي راعي ضبية التي انتزعت الكاس هناك في ميدان ند الشباة في سنة من السنين الماضية. هذا هو الشعار الذي يرفرف هنا على ظهر وعد. المركز الرابع، المركز الرابع الظبي جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري الذي يعلن كذلك عن حضوره الرسمي في انطلاقتنا الرسمية الرئيسية. المركز الخامس لا تغيير، هنا العنود. العنود تحتل المركز الخامس لبريك بن محمد بن بريك المري عائدا من إصابة، وانتظروا مفاجآتها وانتظروا انطلاقات العنود لبريك بن محمد بن بريك المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذا هو النداء الثاني الذي أذعناه على حضراتكم في هذا اليوم، يوم الثنايا. وهنا في يوم الثنايا سوف تظهر الأسرار وخبايا وخفايا المضمرين. أعود إلى المقدمة وإلى النويعس التي تغازل المقدمة وتحتل المركز الأول متصدرة وتتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط. النويعس إذن على المركز الأول وتنتصف المسافة أمام النويعس،
وأمام كل منطلق ومندفع في هذا التحدي الأول. هذه النويعس إذن على المركز الأول. يا سلام يا بن هليل، بريك بن فرج أو فرج بن بريك بن هليل، فرج يبحث عن الفرج في هذا الشوط الرئيسي. المركز الثاني وعد وعد، وكما يقولون دائما بأن الوعد كالرعد. هنا وعد مشاهدين الكرام تبحث عن السعد وتبحث عن إثبات الذات في انطلاقة رئيسية قوية. حصل تغيير على وعد، وهنا التسلل من قبل أمجاد. أمجاد هي من تسللت أيها الأخوة المتابعون، أمجاد للسيد خيل بن سعيد بو صلع المري، وهي أيضا باحثة بدورها عن مكانة مرموقة وعن أمجاد. لا تبحث عن مجد واحد ولكنها تبحث عن أمجاد عديدة. أمجاد إذن على المركز الثالث، غيرت وعد واستلمت منها لواء المركز الثاني واستلمت منها عهدة المركز الثاني. ولكن الله، شوفوا القادمة الشاهينية مشاهدينا الكرام، والمطوع علي بن فراج المري وصل 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 بمبارك علي بن فراج المري الذي ينطلق شعاره المعروف والمتميز دائما وابدا، ينطلق الى المركز الثاني. هنا مشاهدينا الكرام الشاهينية لعلي بن فراج المري التي بدأت تتسلل الان، وبدأت الان في حوارها الاستثنائي على مقدمة هذا الشوط مع النويعس والكيل. وين متر الأخيرة وتسللت الشاهينية واستلمت بذلك مهمة القيادة والريادة والسيادة اللي هي الشاهينية لعلي بن فراج المري. المركز الثاني النويعس، فرج بن بريك بن هليل المري. المركز الثالث وعد عنزان بن محمد النعيمي. المركز الرابع أمجاد تخيل بن سعيد بوصل على المري. وخامس المراكز العنود لبريك بن محمد بن بريك المري. الله 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 الله، الآن هذه هي النخبة وهذه هي الصفوة في أمسيتنا لهذا اليوم، حيث تواجدت هذه الأسماء في انطلاقة رئيسية قوية والكيلو ونصف الكيلو على النهاية. ويا سلام يا الشاهينية، ويا سلام كذلك على النويعس التي عادت مرة أخرى واستلمت المركز الأول. الله يا بن هليل، فرج بن بريك بن هليل المري ينطلق انطلاقة ممتازة مع النويعس، والعيون تراقب مقدمة هذا الشوط وتراقب انطلاقة النويعس التي استلمت قيادة الأمور مرة أخرى. المركز الثاني الشاهينية عند المطوع علي بن فراج المري الذي يتابعها في هذا التحدي الكبير. المركز الثالث أمجاد، لا تبحث عن مجد وحيد، لا تبحث عن مجد يتيم، ولكنها تبحث عن أمجاد والكيل الأخير. أروح اللي بتروح للناموس. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت النويعس. إذن المركز الثاني وعد عنزان بن محمد النعيمي يتدخل مرة أخرى في انطلاقاته الرئيسية كعوائده دائما، ينطلق مع وعد. المركز الثالث بوصلعة أمجاد لتخيل بسعيد بوصلعة المري. المركز الرابع الشاهينية علي بن فراج المري. وخامس المراكز اسم جديد أيضا، هنا شيمة لعبد الله بن سعيد بن مصلح الحبابي. شيمة يا بن مصلح شيمة، الله 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 الله، بدأت الآن، بدأت التحركات وبدأت التعليمات تصدر، التعليمات في منطقة العمليات. والمطوع وصل المطوع، وانطلاقة المطوع تروع تروع يا المطوع تروع. الله يا الشاهينية، انطلقت الشاهينية أيها الأخوة المتابعون في الشوط الرئيسي. وتحرك عنزان، عنزان بن محمد النعيمي يتحرك مع وعد في المركز الثاني، ولكن الشاهينية وعلي بن فراج المري ينتزع مشاهدينا الكرام ناموس الشوط الأول الرئيسي. وسلام بن فراج، سلام سلام الشاهينية، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وعد عنزان بن محمد النعيمي، المركز الثالث النويعس، فرج بن بريك بن هليل، المركز الرابع أمجاد لتخيل بن سعيد بن صلع المري، المركز الخامس شيمة لعبد الله بن سعيد بن مصلح الحبابي. مشاهدينا الكرام،
هكذا تابعتم معنا عبر الهواء مباشرة منافسة الشوط الرئيسي والتحديات التي جمعت بين النويعس وما بين وعد وكذلك الشاهينية والعنود ومن كان بمعيتهن في هذا الشوط الرئيسي. التوقيت الزمني للحظة وصول الشاهينية 9:33 و22 جزءا من الثانية. تهانينا لعلي بن فراج المري على فوز الشاهينية بناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني وعد، توقيت الزمني 9:34 و10 اجزاء من الثانية، وتوقيت وعد لعنزان بن محمد النعيم التي حلت في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ذهب لمصلحة النويعس والتي شاركت ايضا بقوة في هذا التحدي وقطعت المسافة في 9:35 و16 جزءا من الثانية. تهانينا لفرج بن بريخ بن هلي المري. ونعيد ونكرر مشاهدينا الكرام بأن أشواطنا للفترة المسائية هي 4 أشواط للبكار الثنايا وشوطين للثنايا القعدان وشوطين للسودانيات، مجموع الأشواط والمجموع الكلي التوتل 8 أشواط فقط هي عدد ومجموع أشواطنا لهذه الفترة المسائية بعد أن كان مقررا إقامة 12 شوطا.